اهلا بيك يا برو في فيديو جديد من وضعنا شو. ديل اور نو ديل، اهلا بيك يا جميل. عرض البنك كبير قد الفيل، هنعبي الشنطة فلوس وانت تشيل. حلقة النهاردة معانا مهاب شادي. ازيك مهاب، عامل ايه؟ الحمد لله. ايه ده؟ الحمد لله كويس. اخبارك ايه؟ الحمد لله زي الفل. جعان جدا، هموت. هتموت من الجوع، هفتان. بالك قد ايه ما اكلتش؟ بقالي اسبوعين ونص. اكلتك عندنا النهارده، اكلتك عندنا. بس هل بقى هتاكل خروف ولا هتاكل برجر ولا حظك يبقى سيء وتاكل كيس شيبسي؟ لا مش عايز اكل كيس شيبسي والنبي، انا جعان، بقول لك اسبوعين ما اكلتش. ده اللي هنعرفه النهارده من حلقه ديل اور نو ديل. عارف قوانين اللعبة يا خالد؟ لا يا خالد، ممكن تشرحها لي؟ قوانين اللعبة ببساطة إن إحنا معانا 14 صندوق فيهم 14 أكلة من أحسن للأوحش. هتختار في الأول صندوق يبقى معاك تشيله للآخر، وكل راوند هتختار مجموعة من الصناديق هنطلعها بره، وكل راوند هيجي لك عرض من البنك على حسب الصناديق اللي بقى معاك. بنك الطعام؟ لا يا مهاب، بنك ديل اور نو ديل. ماشي ماشي. وفي الاخر لو الصناديق اللي متبقيه معاك فيها اكلات حلوه هيجي لك عرض كويس، لو اكلات اي كلام هيجي لك عرض اي كلام. فهمت. وانت وحظك. دلوقتي انت هتختار الصندوق اللي هيكمل معاك لحد اخر اللعبه. تختار ايه؟ 14 اكله، تختار منهم اكله واحده هتكمل معاك للاخر يا مهاب. اختار بعنايه، ده الصندوق اللي هيكمل معاك للاخر. 10. تقدر تقول لي اشمعنى 10؟ 10 ليها حاجات كتير قوي. رقم 10 عامه اكتر حاجه موجوده في حياه الانسان. عنده 10 صوابع، 10 صوابع، 10 صوابع رجلين، و10 صوابع رجلين. ده غير كل ده ميسي. حبا في ميسي. انت عاشق لميسي. كريستيانو، كريستيانو برضه رقم 10؟ ده بجد؟ مش كان 7 ولا ايه؟ انا كنت ممكن تختار رقم 7 كريستيانو، بس انت فضلت ميسي. لا فضلت ميسي طبعا. ماشي تمام، بعد اذنك يا استاذ وضعنا ممكن تشيل صندوق رقم 10 على جنب. تمام، اول راوند دلوقتي مكونه من 5 صناديق، هتختار ما بينهم من 1 ل 14 باستثناء رقم 10 اللي احنا طلعناه في الاول، وبعد كده هيجي لك عرض من البنك. دلوقتي انا هختار 5 ارقام اطلعهم. ايه اكتر رقم بتكرهه؟ اكتر رقم بكرهه؟ 5. عشان مظبوط قوي. صح، انا ما بحبش الحاجات المظبوطه قوي. تليك مثلا تروح القهوه ما تشربش شاي 50. واحد شاي 10 عندك، 10 معلي سكر. ماشي، اتفضل يا استاذ افتح لنا صندوق رقم 5، قول لنا فيه ايه. قلبي. ما ميزانية البرنامج كده بخير؟ هو يعني انا متضايق وانت متضايق. انا متضايق، انت متضايق ليه؟ المنتج هو اللي مبسوط، يعني المنتج هو الوحيد اللي مبسوط من الاختيار ده. بس انت ايه الحظ ده يا محب؟ ولا حظ. انت ايه الحظ ده كده؟ والله العظيم كل حاجه. اول صندوق تفتحه يبقى اكبر صندوق. اكبر صندوق خلاص، حصل خير مش مشكله. عادي حصل خير. انت كده كده اصلا بتحب ال، مش هستحمل اكل الخروف كله برضه. صح. كتير برضه، كتير عليك يعني. انت عايز حاجه صغنطوطه كده، حاجه كده على قد. انا بصراحه طموحي على برجر لحم. واحنا عندنا برجر، عندنا برجر، عندنا بيج ماك. بيج ماك بس اكل ماك ده متني قوي. ممكن نغيرها نخليها بافلو برجر. أيوة. ايه رايك؟ ايوه انا كده موافق، نخليها لك بافلو برجر. ايوه ماشي. دلوقتي هنختار صندوق كمان نستبعده، تختار رقم كام؟ 5 كان اكبر رقم. احنا بقى ممكن نطلع، ممكن نطلع فوق. هو هشيل، هو عامة اللي فوق مش بالضروري يبقى أحسن. أنا بقول بقى يعني احتياطي بقى. احتياطي تمام. أنا بقول نشيل آخر رقم 14. 14؟ ماشي، دلوقتي هنفتح رقم 14 نشوف فيه إيه. يا رب يكونش فيه حاجة كبيرة. أنا
انا عايز اكل. ايه انت في ايه؟ انت مش ايه مع ايه؟ انت ايه مشكلتك معايا النهارده؟ لا هو لا. طب انتوا متاكدين ان ده حاجه غريبه جدا؟ هو المنتج طيب انت مش جاي معاك لحوم النهارده خالص كده شكلك. الواحد نفسه في لحمه. شكلك كده بتحور، شكلك مش جعان. لا والله انا جعان قوي. ماله ومال حظه ده؟ مش فاهم مش جاي معاه ليه ده. دلوقتي هنختار صندوق. خلي بالك لسه معاك سوشي، لسه معاك شاورما، لسه معاك حواوشي، لسه في امل ان انت هتتغدى. يا رب. سم الله واختار. بسم الله الرحمن الرحيم. اتنين. اتنين؟ مش معنى اتنين؟ ازدواجي كده. ازدواجي. طب بايبولا؟ انا عندي ADHD BBD Borderline Disorder و BDSM. مهاب بيهزر. ما هزر، ما ضاع مني خروف ومشويات، هزر براحتك. طيب ممكن بعد اذنك يا استاذ وضعنا تفتح لنا صندوق رقم اتنين؟ يعني سندوتش بتاع السوري؟ عادي. عادي يعني اكل يعني. فيجنز ده. يعني مالناش في الحاجات دي. انا ما بحبش البطاطس عن نفسي، وانا ما بحبش السوري عامه. عادي للاسف عايشين في اكتوبر كل حاجه سوري. خير خير خير، مش مشكله عادي. سنة اتنين ونبتدي نسمع عرض البنك. اختار ايه نفتح دلوقتي؟ نفتح. احنا نفتح سبعه. هو انت ليه قلتها بغاشي؟ انا عايز افتح سبعه. افتح لي سبعه يا عم. انا فخور ان انا فتحت السبعه. فخور كده ضيعت كل النشويات عامه يعني. ضيعت الشوتات الشيبس الباقي بقول الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. عايزين بروتين. ايوه احنا لسه معانا بروتين كتير معانا. هو السوشي يعتبر بروتين؟ مش صح ولا اسماك بروتين يعني؟ قشطه. والسوشي دلوقتي غيري، يقول لك السوشي دلوقتي بالقسط. والله يعني بنوفره في برنامج عادي من غير قسط يعني. طب جميل. نزل لنا كده صندوق واحد ونبتدي ناخد عرض من البنك. طيب انا هختار فتحنا السبعة. نفتح تسعة. ماشي نفتح تسعة. ها شوكولاتة عادي. هو عادي لان انا جعان مش عايز اكسب شوكولاته يعني. انت كده مريض سكر يعني. دي حاجه تانية برضه. مصلحه برضه مش مشكله يعني. شوكولاته يعني سهله ممكن نجيبها عادي. احنا ممكن انزل اجيبها عادي. مش حوار يعني. ماشي كده احنا استبعدنا الشوكولاته، استبعدنا الشيبسي، استبعدنا الخروف للاسف الشديد، واستبعدنا المشويات. اتبقى معانا سوشي، وبقى معانا شاورما، وبقى معانا برجر. فاعتقد يعني ان احنا هنستسمح البنك في عرض ممكن يكون يعني كويس شويه يعني متوسط. معقول يعني. ماشي هنروح دلوقتي نسمع عرض بنك وضعنا. هو فاضل له صناديق مش بطاله. عرضي هو سندوتش كبده وكوبري والشنطه اللي معايا. عرض البنك دلوقتي معانا هو سندوتش كبده. مش عارف بصراحه يعني عروض البنك بقت في النازل قوي يعني. هو بيستقل بيك؟ هو عايز يديني سندوتش ومشيني. عايز يديك. لأي بس انا عايز اقول حاجه للبنك. انا مش هستسلم. انا حاسس ان رقم 10 ده ان شاء الله بافلو برجر. هي دي الروح ان شاء الله. هي دي الروح. انا هرفض. هو كان اسمه ايه؟ دي العرض. لا انا هرفض العرض. نو ديل. نو ديل. هي دي الروح. مهاب هيكمل معانا وهيشوف طريقه لصندوق رقم 10. رجعنا تاني ليكم مع ديل اور نو ديل فود اديشن. ومهاب رفض عرض البنك اللي هو سندوتش كبده.
وقرر ان هو يغامر ويكمل الرحله بتاعتنا معايا. دي مش في العرض دي. دلوقتي الراوند دي فيها ثلاث صناديق، ثلاث صناديق هنطلعهم تمام، ممكن يكونوا حاجات وحشه ممكن يكونوا حاجات حلوه، الله اعلم، بس نامل خيرا ان هم يكونوا بعيد عن الموري سوشي وبعيد عن البرجر. فنبتدي نختار اول صندوق. هختار رقم واحد عشان نرجسي. رقم نرجسي محمد رمضان. محمد رمضان نمبر 1. طلع محمد رمضان، طلعه. ايه انا خايف منها دي، بحذرك من رقم واحد. انت عارف محمد رمضان عينه حمراء، ممكن لو عرف حاجه زي كده ان انت قررت تشيل صندوقه ممكن يبعت قوات خاصه يحطه في الصندوق ده سوشي. بس خير يعني، خير. انا متفائل، انا متفائل. ماشي، اتفضل افتح لنا صندوق رقم واحد. حلو. انا ما بحبش محمد رمضان اصلا. ماشي تمام. كنت نفسك في اندومي؟ ايه؟ كنت نفسك في اندومي؟ لا طبعا طبعا. قعد كل ده ما كنتش اكل في الاخر اندومي؟ ليه يا عم؟ ثم ثم تفصل عن اندومي. صح، وجهه نظر فعلا. تفتح ايه تاني؟ اختار صندوق كمان. ثلاثة بقى، ودي في الثلاثة. ودي في الثلاثة؟ اشمعنى ثلاثة؟ خلاص لقيته واقف لوحده وقلت بنزله يقعد مع اخواته. اتفضل افتح لنا رقم ثلاثة، قول لنا فيه ايه. بص انا لو مكانك بصراحه انا كنت هتضايق. ليه؟ انا بحب الكشري. انا بحب الكشري عن نفسي برضه. بس هو يعني كقيمه ماديه عادي، ممكن ننزل نشتريه دلوقتي، مش حاجه صعبه المنال قوي يعني. صح. وبعدين برضه حموضه وبتاع. مش احسن حاجه يعني. على بطن فاضيه. ف جود جوب يا مهاب، جود جوب، جود جوب. كويس كويس، فاضل لك صندوق كمان في الراوند دي. ان شاء الله خير، ان شاء الله يبقى حاجه قليله، ان شاء الله يبقى البان مثلا او حاجه او جبنا نسكوب لسه. سباحات كتير قوي وحشه. انا بقول نخرج، نجيب بقى من الاخر. 13. 13. انت شلت الثلاثه طلعت حاجه تمام، فقلت تشيل 13 بالظبط يعني. كبير من. صح. ماشي، بعد اذنك شلنا رقم 13، قول لنا فيه ايه. كانت شاورما عربي؟ كانت شاورما عربي دبل معاها طوميه وبطاطس. خلاص يا خالد، ضاعت الشاورما للاسف، ضاعت. بس لسه في موري سوشي ولسه في البرجر اللي بتحبه. بس مش عايز تاكل برجر؟ هجيب لك برجر، هجيب لك برجر. ما تزعلش، ما تتضايقش. على حسب ضغط نفسي بس دلوقتي. لا 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 ما تزعلش، ان شاء الله هتوصل للبيت. انا مفهمهم في البيت ان انا ارجع بوجبه وكده. هترجع بوجبه لسه في موري سوشي، في سوشي. ما تقلقش ما تقلقش. تعرف انت ممكن تعمل ايه؟ انت ممكن نجيب لك الوجبه بتاعت موري سوشي دي تروح تبيعها ب 500 جنيه تجيب بقى كل اللي اجيب بيها كشري كتير. جيب بقى كشري وشاورما ومشويات وكل حاجه يعني. تمام؟ دلوقتي هنروح نسمع عرض البنك. مش هعرف اديله نفس العرض اللي فات، ممكن اديله رغيف حواوشي. والله يعني عرض مش بطال يعني. انا لو مكانك ممكن اقبل اكل سندوتش حواوشي. حواوشي بلدي ولا اسكندراني؟ اسكندراني. محبش الحاجات دي يعني اكله عادي طبعا. بس بحس ان هو مش كرييتيف كده يعني. انت عايزين تعملوا ايه فاهم؟ هو حواوشي، حواوشي بلدي. يعني نقدر نقول نو ديل. انا خايف بس الصندوق بتاعي يطلع فيه البان. دي اللي خايف منها. يطلع فيه سوشي. انا عايز اشارك حاجه بس خايف من اراء المتفرجين. انا ما بحبش السوشي، بس لو خدته يعني اعمل بيه حاجه. ممكن اعمل برع بيه. لا مش هتبرع بيه، انا جعان. تريد، تعمل بيه تريد. عم بتريد. ماشي. فدي الحاجه الوحيده اللي ممكن. معانا كام صندوق متبقي؟ معانا 4 و6
و8 و11 و12. ايه ده كام؟ ما لحقتش. 5. 5 صناديق؟ ده من غير الصندوق بتاعي. طب يا عم لسه في اوبشنز. لسه في. نو ديل. مهاب قرر يبقى شجاع ويكمل معانا التحدي. في الراوند اللي قبل الاخيره مهاب خلاص قربنا نوصل. هتختار 3 صناديق. ماشي. تحب تختار اول صندوق يبقى ايه؟ 11. 11. ماشي. ممكن يبقى فيه حواوشي. ممكن يبقى فيه سندوتش كبده. ممكن يبقى فيه سوشي. الله اعلم. وممكن يبقى فيه البانا. اتمنى يبقى فيه البانا والله. اتفضل استاذ ودعنا افتح لنا الصندوق. تحب الكبده؟ تحب الكبده. حاجة حزينة. أنا حاسس إن حظي وحش أوي. حظك وحش؟ أنت أول صندوق طلعت خروف. مفيش حظ بعد كده يا اسطى. طيب. بس لسه في سوشي. عوضنا على الله. عوضنا في السوشي. عوضنا في السوشي. والبافل برجر لسه موجود. البافل برجر لسه موجود. البافل برجر زي ما هو يا باشا لسه موجود. حاسس إن هو الصندوق اللي أنا اخترته. حاسس. يا رب يعني. يا رب. الصندوق اللي بعده ايه يا مهاب؟ 6. 6 ماشي. رقم زوجي. جميل. ممكن اشتم في البرنامج بتاع حضرتك؟ اتفضل اشتم. هي حاجة فعلا تدعو لأستاذ مهاب فعلا. السوشي راح والكبدة راحت. الخروف راح. طب انت ايه؟ انت كويس؟ لا. احنا معانا ايه دلوقتي؟ بقى معانا حواوشي. حواوشي اللي بطرت عليه لسه موجود. بطل علي يا عم. يلا. ماشي ماشي. لسه معاك البيج ماك. البرجر. اللي هو البافلو برجر. ايوه لسه معاك البافلو برجر. اللي انت نفسك فيه. لسه فيه امل. لسه ما تيأس. ما تيأس ان شاء الله هيطلع معاك. ان شاء الله هيطلع. اخر صندوق في الراوند يا مهاب. وبعد كده ناخد عرض البنك. معانا جبنه نستو. ومعانا البرجر اللي لسه فيه. ومعانا البان. 8. اتفضل افتح له صندوق رقم 8. يا رب. لسه فيها. الحمد لله. فيها. فيها. الحمد لله. فيها. فيها. ايوه كده. لسه فيها. ادرينالين بيضرب فيا دلوقتي. كده كده الدنيا ابتدت تظبط. أيوة. شويه. بس معانا برجر وحواوشي وجبنا نستو يعني. ماشي. الكفه عليت شويه. ايوه ايوه. المفروض بقى عرض البنك دلوقتي يبقى حاجه كويسه يعني. اتمنى يعني. ماشي نروح دلوقتي نسمع عرض بنك وضعنا. هديله نفس العرض اللي فات. حواوشي واسكندراني. وده اللي عندي. ما تكلمنيش تاني. لا ده انت بنك مجلخ ابن. يعني ايه؟ هو البنك بيتحداك؟ والله العظيم بنك. انا عايز اقول بس كلمه. انا دلوقتي يعني عندي فرصتين قصاد جبنه النستو. وحاسس يعني انت في الحته الربحانه. ايوه ايوه يعني حاسس ان انا ان شاء الله مش هيطلع معايا جبنه النستو يعني. مش اكيد مش يعني هكسبها يعني. اكيد مش بحظك وحش للدرجه دي يعني. لا هو حظي وحش بصراحه. بس مش للدرجه دي. ان شاء الله مش للدرجه دي يعني. ان شاء الله. فانا هاخد مش هاخد الديل. نو ديل. مهاب قرر يكمل معانا التحدي. دلوقتي قدامك صندوقين 12 و4 هنطلع منهم واحد. انا متوتر لك يعني. انا مش هكسب حاجه بس انا دلوقتي يعني في حاسس ان انا متوتر. ممكن استعين بصديق؟ طيب ممكن تستعين بصديق. انا بس عندي طلب رخم شويه. المكالمه ما ينفعش تتعدى ال 40 ثانيه.
طب واذا ما ردش عليا في خلال 40 ثانيه اعمل ايه؟ بس مش مضمون برضه. لا 40 ثانيه من ساعه ما يرد عليك. طيب احنا قلنا رقم كام وكام؟ معاك رقم 4 ورقم 12 ومعاك صندوق رقم 10 ده اللي معاك، هتختار يا اما. السلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبي. استاذ عبد العظيم دلوقتي انا في برنامج تمام، وعندي اختيار بين رقمين 4 و12 و12 فانا محتار دلوقتي. قول لي رقم منهم انا اختاره. 12 تمام ان شاء الله. تمام ماشي، شكرا استاذ عبد العظيم، شكرا، مع السلامه. مستر عبد العظيم اختار لك 12. هتمشي ورا كلامه ولا هتعمل ايه؟ همشي ورا كلامه طبعا. ماشي، اتفضل افتح لنا رقم 12 ورينا فيه ايه. مبسوط مبسوط فشخ، مبسوط هم وانت صح؟ اه خايف انت تلبس الجبنه النسبه. الحمد لله الحمد لله. دلوقتي انت متبقي معاك شنطتين، واحده فيها بيج ماك اللي هنجيب لك بداله بافلو برجر عشان انت بتحبه، ما تخافش. فالموضوع كده كده ربحان يعني، الموضوع كده فيه بروتين يعني ان شاء الله. صح؟ ان شاء الله. فاحنا كده كده يعني ضامنين حاجه معانا في ايدينا، حاجه يا حواوشي يا برجر ان شاء الله. مش عايزين بقى البنك في حاجه، خلاص الحواوشي اللي بيزل لنا بيه ده يعني هناخده يا هناخد برجر. انت كنت صح لما قلت نو ديل في الاول. صح دلوقتي خلاص يا مهاب، انت هتختار الصندوق اللي هتروح بيه، يا اما هتختار الصندوق المتبقي اللي هو 4، يا اما تختار الصندوق اللي كان معاك من الاول اللي هو 10. وفي كلتا الحالتين انا شايف انك كسبان يعني. طيب بس طبعا في واحد فيهم البرجر اللي نفسك فيه اللي كنت ماشي عليه من الاول، تختار تروح بايه؟ انا بصراحه هفضل متمسك برقم 10 لاهميته وقوته وعشان ميسي، وهروح برقم 10 ان شاء الله. انت اخترته من الاول خالص. انا اخترته من الاول خالص. وسط 14 رقم بالظبط. حلو الثبات على المبدا ده. نفتح رقم 10 اللي انت هتروح بيه. والله عليها، والله الله الله. شفت الاول هتكون حظك وحش بس الدنيا اتقلبت معاك، طلع حظك حلو يا مهاب. مش ان انت كمان خدت اعلى وجبه عندنا، بس عشان خدت اكتر وجبه بتحبها واكتر اكل بتفضله وهو البافلو برجر. انا مبسوط قوي، مبسوط جدا. مبروك جدا. مبروك يا استاذ مهاب، مبروك مبروك. وبكده نكون خلصنا حلقتنا النهارده من ديل اور نو ديل فود اديشن. استنونا في حلقه جديده مع ضيف جديد واكله جديده، وتنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للفيديو. و باي باي.